مساكم الله بالخير. طبعا الاجواء طيبه والربيع قرب والنامس قرب والذبان العزكم قرب. ايش يحتاج؟ يحتاج الناموسيه هذه. عندي الان ان شاء الله مشروع راح اقفل السياره كامله من برا بالناموسيه. عند حبيبنا بهادر انهي المشروع واعطيكم التصوير الصحيح. كذا المرحلة الأولى، بعد كذا بنبدأ نكمل اللصق عشان يثبت صح. هنا؟ أيوه. هنا؟ هنا ما في زرولين. لا لا هنا الضوء بعدين هنا. هنا ما في زرولين. لا هنا بس هنا في الأخير. أنا كوبي. إيه بس ما مشكلة هنا عادي ثبت هنا برضه. شوية عشان. أيوه أيوه. خلاص. لأنه بسوي عريضة شوية زيادة ارتفاع. أيوه. بس ها. تركيب حلقة. احتياط. متابعين الكرام، هدية بسيطة، صور واشحن وبالعافية عليك. وهذا الشغل الأخير عن هاي. طبعا باقي بعض الملاحظات نسويها. ما شاء الله تبارك الله. وداع للناموس الذبان. طيب ونعم بعدين وش الهرجة؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش باقي عندنا؟ باقي عندنا الشغلة الثانية. من هنا راح امدها لين تتعدى مكان الطبخ، وراح تنزل الناموسيه في الارض. يعني لا يجيني نامس يلسعني وانا اطبخ في رجولي ولا يبهذني. خلاص يطبخ الواحد يعمل الله خير ويرقد وينبسط في الاجواء الحلوه. طبعا هذه باقي لها لمسات اخيره ان شاء الله على السبت ننتهي منها ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله.